وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبادر بالعمل الصالح فإنه حري أن يحرم إياه، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبله ويذعله من أول وهلة فإن ذلك قد يفوته ويحرم إياه والعياذ بالله. كما أن الإنسان إذا لم يصبر على المصيبة من أول الأمر فإنه يحرم أجرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعليك يا أخي أن تبادر بالأعمال الصالحة، لا تتأخر فتتمادى بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك الشيطان والهوى فتتأخر.